إذا كان هناك دعاء، إذا كانت هناك برامج وكاين هناك حلقات من المجتمع المدني للحماية ديال التنوع البيولوجي، حيث أصبح واحد ضرورة حالية، لأن طبيعة الانقراض أو لا يعني الانقراضات كتعرف واحد الوتيرة كبيرة كبيرة بزاف، ماشي غير على الصعيد الوطني بل على الصعيد العالمي ككل، من بينها التغيرات المناخية، من بينها الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، من بينها البحث على موارد أخرى، موارد بديلة إلى آخره. هذه الشيء كلها كيعطي واحد الضغط على الموارد الطبيعية وعلى كذلك الطبيعة بشكل عام، وهذا الشيء كيؤدي إلى الاختلالات ديال النظم الإيكولوجية بصفة عامة، واللي كيؤدي إلى نقص في هذه الموارد، وبالتالي كيوقع عندنا واحد ديزيكيليبر، كاع واحد الاختلال اللي كيعرض كاع الحياة يعني بصفة عامة مستقبلا. نعطي غير بعض الأرقام وبعض الأمثلة. فملي كنهضروا على التنوع البيولوجي كنهضروا على هما عدد الأصناف ولا الأنواع الحيوانية اللي كتعيش على الأرض، هذا هو التنوع البيولوجي بصفة عامة، أنواع اللي كتعيش والظروف اللي كتعيش فيها والدورات ديالها بصفة عامة. فعلى الصعيد العالمي اللي هو معروف حاليا أقل من 2% ديال التنوع البيولوجي اللي كيعيش في الأرض هو اللي معروف، يعني اللي العلماء خبراء دراسات كلها هادشي لاش وصلت، أي بمعنى آخر أننا لا نعرف شيئا عن التنوع البيولوجي اللي موجود هنا. حتى احنا في بلادنا كنحاولوا ما أمكن دراسات تكون ونعرفوا على الأقل الأنواع الحيوانية والنباتية اللي كتعيش عندنا في بلادنا، وبالتالي الاستفادة منها وحماية ديالها. وبالتالي شنو الخطير فين كاين؟ هو لا يمكن نديروا الحماية ديال شي حاجة اللي ما كنعرفوهاش، أي بمعنى آخر ممكن عدد ديال الأنواع الحيوانية والنباتية ينقرضوا بدون ما نعرفوها، واللي ممكن يكون عندها حلول في بعض الأمراض، تكون عندها حلول في التغذية، تكون عندها حلول في كذا مستقبلا، وبالتالي نقدروا نفقدوها بشكل نهائي. إذا هذا علاش كتكون هناك نداءات للحفاظ على التنوع البيولوجي، للحفاظ على المنظومات الغابوية، للحفاظ على المناطق الرطبة، خصوصا أن التغيرات المناخية الآن بدأت يعني تزيد لحد هذا الاندثار.